نعم، البسمة كذلك وأثرها في صناعة السعادة. بالضبط، كل لذلك أقول يعني تكلمنا أنها مجموعة السعادة، مجموعة أفكار، مجموعة سلوكيات يومية ندرب أنفسنا ونعتاد حتى تصبح عادة عندك وتصير لذلك يقال أن السعادة عادة. السعادة عادة، مجموعة واحد يصبح ويبتسم صباح الخير ولا متجهم، هي عادة. عود نفسك، عود نفسك على الأناقة، عود نفسك على التواصل المباشر مع الآخرين بشكل جيد، التواصل البصري، دعمهم، السؤال عنهم، مساعدتهم، التعاون معهم، هي مجموعة عادات تعود نفسك تلقاك خلال 24 ساعة لو وهي فرصة صراحة في هذا الحجر المنزلي والظرف. يقال أن اكتساب العادة تقريبا يأخذ من 21 يوم إلى 54 يوم، فلنعود أنفسنا فعلا على أننا نعيش بسعادة حتى ونستفيد من هذا الضرب والضاغط، ورغم أنه ضاغط إن نتكيف ونحاول نسعى ونطور عادات لنكون سعداء حتى بإذن الله إذا فرجت بإذن الله نجد أن تعودنا على عادات طيبة، وقديش بتكون أكثر وأكثر سعادة بإذن الله العلي العظيم. نعم،